وتفضلي أخت إسراء ونسأل أبو ريان. أبو ريان لمدبدب خلي نشوف هذه حتى الحلقة يشوف ريان أو إذا صغير بعد سجلوا الهيا حتى يشوفها مستقبلا يشوفها قل له ريان قال عليك أم جوادي شكرتي أنت مدبدب. زين أخ أحمد اذكر لي إحدى الأدوات المطبخية باللهجة العراقية. غلاس غلاس غلاس. طبعا خطأ يبدو هو الخطأ موجود الجلاس بس ما موجود بالمطبخ موجود برا. والجلاس يجوز الناس ما عطشانين يشربون بالبطل فما يفكرون به إذا ما حضر بالاستبيان. خلينا نشوف الأخ رسول. رسول جدر جدر الجدرية صح الجدرية موجودة إذا في خطأ واحد بيدات يقولون سكين ها سكين سكين. إحنا قلنا باللهجة العراقية إيه هو سكين وسكين قريبة بس طاوة جدرية الجدرية يعني باللغة العربية ربما طنجرة بس باللهجة العراقية اللي أيضا ربما أصولها غير عربية أو غير عراقية. إذا خطأ إن عندكم عليكم أن تتشاوروا شاوروا أخذوا راحتكم. وأخت إسراء شو تقولين؟ أقول تشمشي تشمشي ماكو غير العراقي يقولها أكيد متأكدة مو؟ أي خلينا نشوف تشمشي موجودة 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 الشمشة بقى أربع احتمالات طاوة جدرية خاشوقة شمشة. وأبو ريان شي يقول الشفشير شفشير خلينا نشوف شفشير البلد والشفشير موجود. سؤال بسيط وحلو ومتداول ومتعارف ونرجع إلى رسول التختة اللي يثرون عليها التختة التختة خلينا نشوف التختة خطأ. التختة يجوز موجودة بالمطبخ ويجوز موجودة بالحمام ويجوز موجود بغير مكان فإحنا قلنا أدوات مطبخية. خلي نروح على ألبو باز وألبو باز نبتدئ بالست يمياء. السؤال معروف اذكري أداة واحدة مطبخية باللهجة العراقية. الشطل الشطل صادق الماعون ماعون وأحمد مصفي مصفي والريد من آية هي صاحبة القرار صاحبة الجواب النهائي. راح أروح ويا أمي وأقول الشطل شطل نعم نعم خلي نشوف الشطل صح الشطل ومبروك 194 نقطة لألبو باز و 68 الحسيني أخذوه من عندكم وانتبهوا الشطل. إذا خلنا نشوف باقي الاحتمالات رقم 7 قوري والطاسة طاسة بطن طاسة وبالبحر رقاصة أوكي ماشي. إذا أعزائي المشاهدين وأحبتنا جميعا خلوا نروح إلى السؤال الرابع